معاكم لأخبار نادي الزمالك، ونبتدي أخبار القلعة البيضاء بخبر مهم جدا عن لاعب اللي يعني الفريق اللي ابتدى يتردد حواليه كلام كتير جدا خلال الأيام اللي فاتت، يوسف أسامة نبيه. يوسف أسامة نبيه، هل اللعب هيستمر مع نادي الزمالك؟ هل العروض اللي عمالة تنهال على يوسف أسامة نبيه هتخليه أنه هو يغير الوجهة بتاعته خلال الأيام القادمة؟ كشف مصدر مقرب من اللاعب عن رغبته في الحصول على مبلغ لا يقل عن 5 مليون جنيه في الموسم علشان يجدد عقده مع النادي ده في الفترة اللي جاية. المصدر قال أن يوسف شايف أنه المبلغ يعني مش كتير، خاصة وأنه قريب من المبالغ اللي بيحصل عليها زمايله في الفريق، وأنه من أبناء النادي ولازم يتم تقديره بشكل مناسب في التوقيت ده. كمان قال المصدر أن مسؤولي النادي كانوا عرضوا على اللاعب الحصول على 3 مليون جنيه في الموسم، ولكن متقسمين، بيحصل على 1.5 مليون كمقابل مادي، وبيجد 1.5 مليون مرتبطين طبعا بحصوله مع الفريق على بطولات في الفترة القادمة.